نصف السماء لعبد القادر القطاع فيلم مقتبس من السيرة الذاتية لعبد اللطيف اللعبي، يروي المعاناة التي مرت بها زوجة اللعبي جوسلين بعد اعتقاله السياسي بسبب مواقفه وآرائه. ويوثق الفيلم لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب، وهو من بطولة سونيا عكاشة وأنس الباز. كما كنعرفوا هو ماشي بحال يعني دور عادي، كيكون فيه شويه ديال الحما وصعب، فيه لا ريشيرش، فيه لا بريباراسيون، والحمد لله يعني كنت متخوف واحد شويه، واخا يعني قريت الكتب اللي خصهم يتقرا وشفت الافلام اللي خصهم يتشافوا، وتلاقيت بسي عبد الحفيظ اللعبي اون بيرسون اللي يعني ذكر معايا شويه على 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 المسائل، يعني ملي تنشوف لو ريزولطا تبارك الله، يعني اليوم شفنا رد الفعل ديال المتفرجين كان في المستوى، ما سمعناش يعني شي صداع ولا ناس تيضحكوا ولا، كانوا فريمون كونسونطري من الاول حتى الاخر، صافي بليزير. ولكن السي الوزير المسؤوليه ديال من؟ شوف يا لاله، الا بغاو يموتوا شغلهم هذاك. تفضلوا. بغيتو تبقاو هنا؟ بقاو. الفيلم لقي استحسان البعض فيما رأت فيه أخت سعيدة المنبهي تزويرا للحقائق. أحداث تاريخية موتو، مايمكنش الإنسان يكذب عليها ولا يحورها. سعيدة أختي مات بالإضراب عن الطعام بعد 34 يوم من الإضراب عن الطعام، وأنا بجانبها حتى ماتت في مستشفى موريسكو في الدار البيضاء. اذا ما يمكنش شي واحد يجي ويجيب في السينما ويقول الا في روماتيزم ارتيكولار ايغو، سكي ني با فري. ما طبناش تزوير الحقائق، هو في الفيلم يعني الاشاره الاساسيه هي انها ماتت لانها دارت اضراب على الطعام، وما الاداره ديال 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 المستشفى ما ساعدتهاش، ما قامتش بسميتو يعني اللي كان خصها دير، انها توكلها تعطيها تشرب الى اخره، يعني خلاوها تموت. ولكن كانت واحد القضيه تقال ربما في هذاك الوقت على انه ربما حتى كذلك كان عندها واحد المرض معين. انا ماشي مؤرخ، ما عشتش المرحله، اذا يعني من الصعب عليا انا باش نجاوب على هاد. ممكن ان وقع واحد الخطا، يعني انه ربما ما كانش ضروري الاشاره لهاد القضيه ديال انه ممكن يكون واحد المرض معين. هذا هو يعني ما فيش تنصل من الحقيقه او محاوله لتغيير الحقيقه. ما يلاحظ على الفيلم هو تركيزه على التصوير الداخلي بشكل كبير وعدم اعطاء مساحه اكبر للبطل. Je veux voir mon mari. Est-ce que je peux au moins lui rendre visite? Tout ce que j'ai à vous dire c'est que la procédure suit son cours. Un point c'est tout.